يعترض الملحد على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، مع أن العرب كلهم لم يعترضوا على النبي في هذا الزواج، ويجعلون هذا قضية كبيرة، كيف النبي يفعل يتزوج من عائشة رضي الله عنها وهي في هذا السن، مع أن بعض المشايخ عندما جمع الروايات تزوج النبي عائشة في سن 19. لكن أنت أيها الملحد تجعل هذا قضية وتضخم المسألة. بالنهاية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة اسمه زواج، عندنا وعند النصارى وعند اليهود وعند المجوس وعند جميع من هم من البشر. لكن الملحد ليس له دين، يحلل نكاح الأخت. لو أب نكح ابنه يجوز في مذهب الملاحد، ليس عندهم دين، ليس هناك حرام. لو أن كلبا نكح أم الملحد لا بأس، قل هذه حريات. لو الحيوانات نكحت أمهاتهم أو نكحتهم أم هم نكحوا الحيوانات يقولون ما المشكلة؟ طالما أنت لا تؤذي أحدا افعل ما تشاء. فلو أن الملحد نكح ابنه، نكح أمه، نكح ابنته، ابن الملحد نكح أمه، تزوج أخته، هذا النظام هل يوجد عند غير الحيوانات؟ لا يوجد عند غير الحيوانات، تجد الحيوانات تتصرف هذه التصرفات. هذه هي الحرية التي يطالب بها الملاحدة. طب أنت عندما تعيش بهذا الانحطاط الأخلاقي الذي تنكره الطباع السليمة عند البشر، أن تنكح والدتك، أن الأب ينكح ابنه، أن الرجل يتزوج الرجل، هذه القضايا العظيمة جدا تركتها في مذهبك وفي معتقدك الباطل الفاسد، وذهبت إلى زواج النبي من عائشة الذي هو مشروع عند جميع الأمم،